حصلت الهيئة الوطنية لتنظيم المهن والخدمات الصحية على الاعتراف الدولي من قبل الجمعية الدولية للجودة في الخدمات الصحية، وذلك عن برنامج الاعتماد الوطني ومعايير تقييم المستشفيات والمراكز الصحية بالهيئة. ويشار إلى أن الاعتماد هو التقييم الذاتي والتقييم الخارجي وعملية المراجعة المستخدمة من قبل مؤسسات الرعاية الصحية لإجراء تقييم دقيق لمستوى أدائها فيما يتعلق بالمعايير المعمول بها وتنفيذ سبل التحسين المستمر لنظام الرعاية الصحية. إنجاز جديد يسجل لمملكة البحرين، وهو حصول الهيئة الوطنية لتنظيم المهن والخدمات الصحية على الاعتراف الدولي من قبل الجمعية الدولية للجودة في الخدمات الصحية، وذلك عن برنامج الاعتماد الوطني ومعايير تقييم المستشفيات والمراكز الصحية بالهيئة. وبهذا تعتبر مملكة البحرين ثاني دولة خليجية تحرز هذا الاعتراف بعد المملكة العربية السعودية. في كل نظام مسألة الترقيق والتقييم جزء أساسي من عملية التطوير لأي مؤسسة. إذا أنت ما تدري بالضبط إيش مشاكلك وإيش الأشياء اللي يعني استجابة الناس اللي تسويه، هل هم راضين هل هم راضين، في ستاندرد طبعا في هذا العالم، بس يعني كلها أن تكون في النهاية أن تكون في منافسة ورضا المتعاملين، وهذا أهم شيء نشتغله. والحقيقة هذه وجود نهرة بحيث أنها الحين هي دائما تقيم المؤسسات الحكومية والمؤسسات الخاصة، فالبحرين كلها تقيم بهالطريقة. يعد اعتماد المعايير الوطنية من قبل الجمعية الدولية هو إحدى الإنجازات التي تتوافق مع رؤية 2030 واللي تتضمن الارتقاء بالخدمات الطبية بما يضمن جودة الحياة وينعكس على صحة وسلامة المواطن والمقيم، فبالتالي هو منجز يضاف إلى منجزات مملكة البحرين. الهيئة الوطنية لتنظيم المهن والخدمات الصحية بدأت تطبيق برامج الاعتماد الوطني منذ العام 2017، حيث وضعت معايير أساسية لجودة الخدمات الصحية يتم تقييمها في كل من المستشفيات والمراكز الطبية، ويتم بذلك تصنيف المستشفيات والمراكز الحاصلة على التقييم بحسب نسبة الأداء في تقديم الخدمات من حيث الجودة والسلامة والكفاءة. طبعا الحمد لله نبارك لنا جميعا حصول مملكة البحرين في المعايير الوطنية الخاصة بمملكة البحرين بالاعتراف الدولي من قبل الجمعية الدولية للجودة في الصحة. هذه الجمعية جمعية عالمية تقيم معايير تقييم المستشفيات في كل العالم، ومن ثم تمنح الاعتراف فيها. الآن حصلنا على الاعتراف بالمعايير الوطنية لتكون موجودة على قائمة هذه الجمعية جنبا إلى جنب مع الاعتماد الأمريكي والأسترالي والكندي. أهمية الاعتماد وعملية الاعتماد تكمن في تطوير جميع مراحل الخدمات الصحية اللي تلقاها جميع المرضى من وصولهم إلى المجمعات الطبية والمستشفيات الطبية أو حتى العيادات الخارجية، بحيث أن هم يتأكدون ويكونون في راحة أن جميع هذه الخدمات التي تقدم في جميع المرافق الصحية في مملكة البحرين بأعلى درجة نوعية الخدمات الصحية والتي هي مقاربة للمعايير العالمية والدولية. ووفقا لمنظمة الصحة العالمية، يعد الاعتماد هو أحد الطرق المثلى لتحسين نوعية الرعاية الصحية المقدمة وتعزيز منظومة الرقابة على المؤسسات الصحية وفق أعلى معايير من الجودة العالمية. حصول الهيئة الوطنية لتنظيم المهن والخدمات الصحية على الاعتراف الدولي من قبل الجمعية الدولية للجودة في الخدمات الصحية يأتي انعكاساً لجهود مملكة البحرين للوصول إلى مستويات متقدمة في أداء المستشفيات والمراكز الطبية. إيمان شرف لمركز الأخبار، تلفزيون البحرين.